وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة بلغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نركز على موضوع ربط النصوص الكونكاتينيت، ولكن في البداية لمن يرغب تكبير حجم نص الكود بداخل البرنامج نذهب إلى قائمة فايل، من ثم سيتنج، ومن ثم نذهب إلى أديتور، هذا الخيار أديتور نفتحه، ومن ثم نجي إلى الفونت. طبعا ممكن تلقون الفونت حجمه 13 أو 12 أو حجم آخر، راح أخلي أنا الحجم كبير باعتبار أنه لغرض الشرح حتى يكون واضح ومناسب لكم، وأنتم بإمكانكم تختارون الحجم المناسب. مثلا راح أختار 28 ومن ثم أبلاي. أوكي ممتاز. لو عندي متغير اسمه X قيمته مثلا بهاء، وكذلك متغير آخر اسمه Y وقيمته راح يكون مثلا Word. طيب لو حبيت أطبع المتغيرين راح أجي إلى الدالة print وراح أكتب x. طيب حتى أستنسخ هذا سطر البرمجي أو هذه الدالة أضغط على control وحرف d، control حرف d راح يتم استنساخ السطر البرمجي، وراح أغير ال x إلى y، ومن ثم من run أجي إلى run وأختار الملف اللي هو اسمه بهاء.py، وراح ألاحظ أنه هنا أنا عندي خطأ. طيب شنو الخطأ؟ الخطأ هو لازم أكو علامة يساوي بالمتغير، لابد أنه يكون علامة يساوي. أعيد تشغيل الكود، إذا ألاحظ عندي بهاء وورد تم طباعتها بنجاح. طيب هذه طبعا الطريقة الكلاسيكية. الطريقة الاحترافية هي يجب أن نعمل concatenate لهذه المتغيرات، يعني ما يصير نستخدم الدالة print مرتين، خصوصا إذا أنا عندي برنامج يحتوي على المئات من الأكواد وأستخدم الدالة print أكثر من مرة راح يؤدي إلى بطء عمل الكود. لذلك يجب أن أعمل concatenate، ربط للأكواد، من خلال أنه راح أعرض المتغيرين ببرنت واحدة، بدالة برنت واحدة، من خلال أنه أطبع المتغير الأول ومن ثم مساحة أو مسافة علامة الزائد ومن ثم مسافة، ثم أكتب المتغير الثاني اللي هو y. طبعا بإمكاني أنه أحذف الدالة البرنت الثانية. إذا ألاحظ أنه هنا فكرة الكود راح يطبع لي المتغير الأول زائدا المتغير الثاني وراح يجمع لياهن بآن واحد، فأجي هنا إلى run، مثل ما نلاحظ عندنا بهاء وورد تم طباعت، ولكن المشكلة أنه عندي بهاء وورد تم دمجهن بدون أي مساحة. حتى أضيف مساحة عندي ثلاث خيارات. الخيار الأول هو أضيف مساحة بعد الكلمة الأولى، مثل ما نلاحظ هنا بهاء وورد. الخيار الثاني أضيف مساحة قبل الكلمة الثانية، مثل ما نلاحظ أيضا عندنا هنا الفراغ. والخيار الثالث واللي هو احترافي جدا هو أضيف المساحة بداخل الكود أو بداخل الدالة برنت، من خلال أنه أضيف علامة زائد وبين الزائد الأولى والزائد الثانية أضيف دبل كوتيشن مارك وأضيف فراغ. شنو اللي صار عندي؟ صار عندي المتغير X هذا راح يتم طباعته، زائدا راح يتم طباعة الفراغ، زائدا راح يتم طباعة المتغير Y. مثل ما نلاحظ هنا الفراغ لابد انه نضيفه بين دبل كوتيشن مارك، ما يصير نضيفه بشكل مباشر لان ما راح يتعرف عليه البرنامج. اذا اجي هنا اضغط على run الاحظ انه العملية تمت بنجاح. ايضا بامكاني انه اضيف نص اخر، مثلا بالبداية هنا اضيف نص، وطبعا هذا النص راح اضيف زائد بعده، هذا النص راح يكون مثلا my name is فراغ. طبعا اذا الاحظ هنا أنا عندي my name is المتغير x اللي هو بهاء زائدا فراغ زائدا المتغير الثاني اللي هو word. اذا نجي هنا نلاحظ راح يصير عندي my name is بهاء word. مثل ما نلاحظ هنا أنا طبعا جمعنا النصوص مع المتغيرات بدالة برنت واحدة، وطبعا هالشي راح يسهل علينا بكتابة الكود، وأيضا راح يقلل عدد الأسطر البرمجية، وبالتالي راح يزيد من سرعة عمل البرنامج. فقط أكو ملاحظة أخيرة قبل ما ننهي الدرس، ملاحظة مهمة جدا. لو كان عندي متغير، هذا المتغير اسمه Z
وطبعا قيمته مثلا 22. ولو حبيت اجمع المتغير x مع المتغير z من خلال الداله print، فاجي الى الداله print واكتب هنا x زائدا z، وطبعا اجي اعمل run. اذا الاحظ انه راح يعطيني error، ليش؟ لان هنا عندي المتغير x هو نوعه string نص، والمتغير z هو نوعه integer رقم، فلا يمكن جمع النص مع الرقم بآن واحد، ما ممكن انه اجمع النصوص مع الارقام، وذلك لان اكو عمليات حسابية ورياضية، فما ممكن انه نجمع النصوص مع الارقام بالدالة print. طيب شنو اللي اسوي لو حبيت اني اضيف الرقم بداخل الدالة print واجمعه مع النص؟ شنو اللي ممكن اسوي؟ لابد انه احول نوع المتغير من رقمي الى نصي من خلال انه احدده واضغط على شيفت وطاء حتى اضيف الدبل كوتيشن. هنا الرقم بما انه خليته بداخل الدبل كوتيشن مارك اصبح هو متغير نصي وليس رقمي. اذا اجي هنا اضغط على run الاحظ انه عندي هنا بهاء 22. وطيب بامكاني انه اضيف الزائد، وبين الزائدين اضيف دبل كوتيشن مارك وفراغ مثل ما تعلمنا قبل قليل حتى يصير عندي فراغ ما بين 22 وبهاء. مثل ما نلاحظ هنا بهاء 22 قدرت انه اضيف الرقم مع النص. طبعا هاي ملاحظة مهمة في حال لو في يوم من الايام انت مخلي متغير رقمي وجمعته مع متغير نصي ممكن يطلع لك ايرور، فلا بد تعرف انه هذا الايرور هو لا يمكن جمع المتغيرات النصية مع الرقمية بآن واحد. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.